اوقات كتير بيجي في بالي اسئله عن ربنا، بس دايما بحاول ازقها بره مخي عشان بحس اني غلط اقول كده او حتى افكر في كده. بس مع الوقت لقيت ان مش ده الحل، لان الاسئله بتفضل موجوده وبتاثر عليا من غير ما احس. اسئله زي مثلا ازاي ربنا يقول حاجه وما تحصلش، وليه ربنا سامح بالدم ده كله في الدنيا وقهر، وليه سامح بالمعاناه في الامراض اللي بقت في كل حته حوالينا وهو قادر على ان ينهي كل ده. برضو لما بتخيل صوره عذاب النار، يعني عذاب الآخرة بصورة عامة، ساعات بحس إنه قاسي جدا. هل ربنا الرحيم بعباده هيعذبنا العذاب ده كله ويكرره عشان مجرد غلطة واحدة؟ أنا مش عايزك تفهمني غلط، بس أنا مقتنع إن ربنا غني عن كل ده. حتى فكرة توزيع الأرزاق، لما بشوف فقراء كتير مموتين نفسهم شغل، بسأل نفسي إزاي اتنين بيشتغلوا نفس الشغل وبيجتهدوا نفس الاجتهاد في الدنيا؟ رغم كده في ناس أغنياء وناس فقراء. السلام عليكم ورحمة الله. في عصر الحرية اللي احنا فيه بدأت تطلع تساؤلات كانت موجودة جوا ناس كتير. التساؤلات دي عن أقدار الله وأفعال الله، والعلماء بيشوفوا ان الموضوع ده صحي، لأنك لو جواك شك معين أو اعتراض معين أو تساؤل ليه ربنا يعمل كده عكس ما أنا توقعت منه، لو فضلت كابت السؤال ده ممكن يستفحل لغاية ما الإنسان يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. فصحي جدا إن لو في حد محتار في موضوع خاص بربنا يحطه قدامه كده، بس بين إيدين أهل العلم، عشان أهل العلم ذكروا وقروا وسألوا وعندهم إجابات أتمنى تكون شافية وافية مريحة لبال كل محتار. فتعالوا النهاردة مع بعض نتعرض لبعض المسائل المحيرة اللي عن ربنا سبحانه وتعالى، لعل يكون فيها خلاصة تريح بال كل حائر. ليه ربنا بيوعد بحاجات وما بتحصلش؟ تعبت استنيت ان ربنا يكافئني وما كافئنيش، وهو وعد إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ليه في واحد ظلمني وكنت استني ربنا يجيب لي حقي وينتقم من الظالم وما حصلش، مع إن ربنا وعد وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، بس لسه ما نصرنيش. أسئلة كتيرة وحيرة كبيرة جوه قلوب ناس، إما قالوها وإما ساكتين، لكن ده عامل زي السوس اللي بينخرب في الإيمان. وهنا في حاجة الأول لازم نتفق عليها، أنا بكلم دلوقتي اللي مؤمنين بوجود الله وإن ربنا هو ربنا، لأن اللي مش مؤمن بربنا الكلام لازم ياخد سكة تانية الأول. فلازم الأول نبقى متفقين إن أنا بكلم دلوقتي من هو مؤمن بربنا، بس واخد على خطره وعنده حالة كده من يعني الإحساس بالإحباط، ما كنتش متوقع كده. صلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. عايز أرجع وراء معاك أيها الحائر لأصل وجودنا، وإحنا بنعمل إيه هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في الدنيا عشان يتعرف على الله، وكل حاجة بتحصل في الدنيا بتحصل عشان تساعد الإنسان إنه يحقق وظيفته التعرف على الله. ربنا بيقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يبقى الخلاصة بتاعت السماء والأرض والأديان اللي بتنزل والأقدار عشان تعرفوا أن ربك قادر على كل شيء وأنه عالم كل شيء سبحانه وتعالى. ويفسر العلماء وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون، يعرفونني فيحبونني فيعبدونني بحب. كل المخلوقات، الطيور اللي انت شايفها دي والأرض باللي انت شايفها والسماء اللي انت شايفها وكل الأكوان بتصب في الهدف اللي انت اتخلقت عشانه، وده معنى التسخير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وكل أقدار حياتك وأحداث حياتك بتعرفك على الله. انت فيك صفات زي صفات ربنا بس مش زيه. قال لك يعني ايه؟ ربنا قال إن الله هو السميع البصير، وقال على الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ربنا عليم
وربنا قال على الإنسان لسان سيدنا يوسف إني حفيظ عليم. بس هو أنت سميع بصير زي ربنا وعليم زي ربنا؟ الجواب لا، صفاتك على قدرك وصفات الله على قدره. طيب هل علمك زي علم الله؟ سيدنا موسى لما راح مع الخضر وهم في السفينة اللي كان الخضر هيكسر منها حتة دلوقتي كما في صحيح البخاري، جه عصفور وقف على السفينة وشرب حتة كده من المية، نقطة على قد منقار العصفور، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك إلى علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. البحر بيشبه سيدنا الخضر بعلم الله، وعلم سيدنا موسى والخضر اللي عنده علوم رهيبة وسيدنا موسى النبي من الخمسة أولي العزم من الرسل، النقطة اللي اتخذت. والمعلومات بتفرق في التخطيط. لو أنا وإنت بنخطط للمستقبل وأنا عندي 1000 معلومة وإنت عندك معلومتين، خطتي أوضح بكتير وأكبر. التخطيط في الشريعة اسمه الأقدار، التقدير. الأرزاق اللي ربنا سبحانه وتعالى بينزلها للعباد، لأن إنك تتعب في شغلانة وربنا يفتح عليك الفتح ده رزق، إنك حد يظلمك وربنا يجيب لك حقك ده رزق، إنك أنت تبقى عمال بتدعي دعوة معينة ومتأخرة وهتيجي بعد شوية ده رزق. عشان كده السؤال اللي محيرك ليه بيوعد بحاجات وما حصلتش، أقول لك ليه بيوعد بحاجات وما حصلتش لغاية دلوقتي. لأن في حاجتين مهمين قوي، توقيت الرزق وكميته بيتدخل في ربنا ويفعل الأنسب للعبد. لأن ربنا قال لسيدنا النبي ومن بعده كلنا قال واصبر لحكم ربك، ربنا حكم خلاص، قضى أنه لا يخلف الميعاد. لو وعد هيحصل، بس هيحصل إمتى وبأنهي كمية وأنهي حالة أنت هتكون عليها، ربنا بيتدخل. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لو مصدق ربنا أنت في عينيه، كناية عن قمة العناية والرعاية. أيوة بس أنا مش شايف، يعني مش شايف لها نور. فلما تكون مش شايف لها نور، ربنا يقول لك طب ترضى إن أنا اللي أشوف لك؟ ترضى لو أنت مش شايف أنا اللي أشوف لك؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضربنا مثل بس للتوضيح إن أنا عندي معلومتين وهو عنده 1000. يعني الموضوع في المعلومات. أنا من ضمن المعلومات اللي عندي معلومتين وربنا عنده أكتر مني 1000 مرة مثلا. طبعا استغفر الله ما فيش مقارنة بين العبد والرب، ده مثال تقريبي. طب في 1000 مرة دول مش هيبقى في حاجة غايبة عني؟ لما تكون غايبة عني، لما أعرفها هقول له ده كان لازم يحصل كده يا رب. حاجة تانية مهمة جدا، يلي بتسأل ربنا بيوعد وما حصلش، مش ربنا قال لنا إن في دنيا وبرزخ وآخرة، وإن حياتنا مع ربنا أقصر مدة هي الدنيا، وإن أنت ممكن تتعب تعب معين الله يرى إن مش الأنسب تاخده في الدنيا، وإن كان الأغلب أغلب الواقع شفنا اللي بيتعب بياخد في الدنيا، لكن لو ربك قال لك أنا هشيل لك حاجة للآخرة اللي هي مدتها أكبر ومتعتها أكبر، يعني تاخد الحاجة دي دلوقتي خشب وتقعد معاك أسبوع، ولا تاخدها بكرة ألماز وما تسيبهاش؟ أي عاقل يقول الألماز، وربنا يقول لك أنا هختار لك الأنسب. فما تحكش علينا لما يأخر بعض الجوائز للآخرة اللي هي خير وأبقى. فيا أيها الحائر من حقك تسأل، بس براجع معاك المعلومات دي وفوض أمرك لربنا، وصدقني والله هيختار الأحسن. الجيل اللي احنا فيه شاف دماء كتير وحروب كتير جدا جدا، من اول الحرب العالمية الثانية اللي مات فيها 60 مليون بني آدم، مرورا بكم من المعاناة اللي الشعوب شافتها في هذه الأجيال الحديثة. ويحصل تساؤل محير، احنا ما توقعناش ان ربنا وهو بيدبر شأن الكون يبقى فيه معاناة، مش ربنا رحيم؟ ليه بيحصل كده؟ وليه سايب كده مع قدرته على رفع هذه المعاناة من البشر ونعيش في سلام كلنا وبساطة وما نشوفش لقطة دم؟
والحقيقة إن اللي بيسأل السؤال ده محب، محب حائر وعارف إن ربنا رحيم، لكن على مستوى إدارته لحياته هو ما بيحبش يشوف حد بيظلم حد وبيساعده وبيرفع الظلم عن الناس اللي يقدر يساعدهم. طب لما ربنا قادر على ده كله أنا برفع الظلم عن اللي أقدر، ربنا ما يرفعش الظلم ليه ويسيب ده كله؟ مسألة دي اتسألت زمان قوي، وياما العلماء اتكلموا عنها بعنوان التحسين والتقبيح العقلي. بيقولوا إيه العلماء لهؤلاء الحيارة المحبين لربنا؟ بيقولوا إن هل العقل اللي هو الجهاز اللي بيفهم عندي ده يعرف يحدد لوحده الصح والغلط والحسن والقبيح؟ آه طبعاً يعرف. اللي ربنا يقول عليه وحش يبقى وحش، واللي ربنا يقول عليه حلو يبقى حلو. الله عليك، ربنا قال على القتل وحش بس سايب ناس بتأذي بعضها في الدنيا، وقال على الظلم وحش بس سايب الناس تظلم بعضها، وقال على السرقة وحشة وسايب ناس تسرق بعضها ويجيبوا البعض جلطات لما يسرقوا بعض. ليه ربنا سايب حاجة هو قال عليها وحشة؟ شوف العقل بيفكر ازاي. تحسين وتقبيح عقلي مؤمن، لكن في نفس الوقت ازاي ربنا يقول على حاجة حرام ويتركها؟ احنا عندنا في الشريعة حكمين. ايها الحائر، والله اتمنى يا رب يعني ان انا افك المسائل دي. عندنا حكم اسمه حكم شرعي، الحرام والحلال اللي ربنا يقوله، وحكم اسمه حكم كوني. حكم الكوني بيقول ان ممكن ربنا يترك ناس تعمل حاجات غلط لحكمة عنده هو لا يرضاها، لكن مشيئته أذن رب العالمين إن تحصل الحاجات دي لحكم كوني الله يعلمه. والحرب هنا حرب معلومات، والسباق هنا اللي بينك وبين عقلك سباق معلومات. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ناس بتشتغل في شركة كبيرة جدا، رئيس مجلس إدارتها عنده 60 سنة خبرة وملياردير، وكاتب في الجوب ديسكريبشن ولا سياسة الشركة محدش مش عارف يعمل، محدش يخرب حاجة في مقدرات الشركة ولا يعبث بحاجة ولا يسرق حاجة، فالناس كلها بتحترم الأصول الثابتة بتاعت الشركة. فجأة لقوا صاحب الشركة بيهد السور بتاع الشركة، فواحد قالوا إيه ده، في حد يهد وهو قال لنا ما تاخدش قلم الشركة تكتب بيه حاجة شخصية، إيه العبث ده؟ واحد تاني قالوا لا أكيد بيهد عشان يبني، أنت مش عارف مين المدير بتاعنا؟ وبعدين ممكن يكون بيمد مواسير، وممكن يكون هيركب لنا تكييف، فلازم يهد عشان المواسير اللي مش عارف ايه تعدي. وفي وسط ما بيتكلموا واحد منهم جاله امر انه يروح فرع الشركه اللي فيه المرتب 100 ضعف. قال له لا ما تودينيش الا لما توريني هتعمل ايه في السور الاول. في ناس هتعيش وتموت عشان تروح الجنه في قبورها روضه من رياض الجنه من غير ما يشوف بعض المظالم والشرور ربنا حلها في الكون. زي صاحبنا اللي ترقى قبل ما السور يتعدل ويتبني تاني، هو هيروح الشركة التانية وهو متأكد ان المدير ولا الرئيس هيظبط البتاع ده، رئيس الشركة ده يظبط داقش، لان هو بيهدش الا عشان يبني، في ثقة. هذه الثقة اللي بيننا وبين بعض كبشر ما ينفعش نحرم نفسنا منها في حق ربنا. أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. هذه الثقة اللي بيننا وبين بعض كبشر حقنا على نفسنا ان احنا ما نحرمش نفسنا منها في حق الله سبحانه وتعالى. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. دخلت انت على اوضه لقيت واحد مقعدينه وجايبين اله حاده زي كده 10 واقفين حواليه وفاتحين بطنه والدنيا كلها دم، الراجل جايب مقص وبيقص حاجه من بطنه وبعدين مش عارف بيعمل ايه وبعدين ابتسم، ايه يا قتالين القتله ده؟ بتعملوا ايه في الراجل وايه الدم ده كله؟ فجت لك معلومه ما كنتش تعرفها، ان اللي بيشتغل ده طبيب، وانه كان فاتح بطن الراجل عشان يشيل ورم بالمقص وابتسم بعد ما الدم ده كله نزل لانه اطمن ان العمليه نجحت وان المريض كان يحصل له ضر اكبر والضر بقى اقل وهيصحى بكره يبقى على رجليه. فلما عرفت السبب بطل العجب. هو ده حال الانسان مع الله، انك انت لو لقيت شرور بتحصل في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى ياما قال لنا وعسى ان تكرهوا شيئا، وقال فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وفي الحديث ان الله لم يخلق شرا محضا، وفي حاجات كتير جدا حصلت في البشريه
بسبب الأمراض والطاعون والحروب ما كانت هتحدث هذه الطفرات الحضارية والاختراعات إلا في الأوقات الصعبة. والكلام على الموضوع ده يطول، المهم إحنا مع ربنا. اطمن، أنت في أيدي أمينة، أنت مع رب حكيم رحيم. سيدنا موسى لما الخضر جي يشيل الخشب عشان السفينة ما تتحركش من المينا، قال له الناس ركبتنا معانا وتعمل فيهم كده، أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني فسادا عظيم. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، لأنه من شوية قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ما عندكش المعلومة، لما تشوف حاجة على خلاف مرادك هتعترض، ده شيء طبيعي لأنك إنسان سوي. فمع الله اللي حكى لنا القصة دي، اتعامل كده زي ما انت تعاملت مع الخضر وانت متأكد ان ربنا قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، فأعطاه الرحمة قبل ان يعطيه العلم عشان يتصرف. فاطمن للرب الرحيم وما تحترش، كل اللي بيحصل تحت عينيه. الناس اللي حيرانة في أحداث كبيرة بتحصل في حياتها، والله نشوف الحيرة دي كتير. يعني حد لسه شغال جديد في مؤسسة ما ويجي يقول يعني أنا محرج، يعني في حاجات بتحصل وأنا شايف أنها حاجات مش صح في المؤسسة دي، في حاجات بيعملها رئيس مجلس الإدارة وهو ممكن يكون فرق بيني وبينه خبرة كبيرة جدا، أنا شايف أنه ممكن يعملها بشكل أحسن، بس أنا محرج، يعني أنا آسف أن أنا أجي أقول الكلام ده، هل أنا كده غلط ولا صح ولا؟ فنقول والله ده كلام إيجابي جدا، ده ممكن يكون من الذكاء، ممكن يكون لأني عايز أجتهد، لأن الإنسان اللي بيمشي في مشوار وهو مقتنع وفاهم ده يعني يرجى له النجاح. فطبيعي أن الإنسان لما يشوف أن في حاجة هو مش فاهمها يتساءل فيها ويتكلم فيها، ولما يقتنع يمشي وينطلق، وإذا ما اقتنعش يعيد التساؤل ويسأل تاني وتالت، لأنه الشركات والمؤسسات الكبيرة كبرت باقتناع الناس بتاعتها، كبرت بقبول الناس بتاعتها للأفكار. ممكن نقول الحاجة اللي انت بتقولها دي أكيد تجاوب عليها ألف مرة وخلصت من زمان وفي الآخر هتقتنع، صح؟ ولكن ليه أصده؟ أول ما صده يفقد الحماس ويفقد الولاء للمؤسسة وللشركة اللي احنا بنبنيها مع بعض. نقول أبداً، وإن كانت تجاوب عليها ألف مرة يبقوا ألف مرة واحد، يبقوا ألف مرة واثنين، ونتكلم مع بعض ونوصل مع بعض. الحيران في علاقته بربنا وفهم الله سبحانه وتعالى قضية طبعاً فلسفية صعبة جداً. علاقة الإنسان بربه هي علاقة العبد بسيده، يعني أنا النهاردة لما بشوف علاقة العبد بالسيد أنا حاول أفهمها بشكل عملي بشكل علمي، علاقة فيها تبادل المنافع، يعني النهاردة السيد اللي بيملك عبد بيشغله وبيستفيد منه في الشغل وكذا. أما علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى علاقة عبد وسيد، والسيد مش عايز حاجة من العبد خالص، مش هيستفيد من العبد حاجتك خالص. دي نقطة مهمة قوي لازم تفهمها، لو قدرت تستوعبها حيرتك هتقل. زاوية تانية، فكرة استيعاب حكمة الله في أفعاله، دي أمر أنت النهاردة يعني قوتك وقدرتك العقلية والفكرية لا تستوعب ده، لكن لو خدتها من مفهوم العبد، علاقة العبد بالسيد، هترتاح وهتريح. بعض المسائل المحيرة المرتبطة بالنار، واللي بيسأل عنها غالباً بيبقى محب لربنا وفكرة رحمة ربنا مسيطرة عليه، فيقعد يفكر إزاي ربنا ممكن يشوف واحد في النار ويسيبه، ده أنا لو شفت واحد في النار مش هسيبه. بعدين إزاي واحد يعمل ذنب يفضل يتعذب عليه عذاب مكرر في النار، كأنه بيقول ده مش متسق مع رؤيتي لرحمة ربنا سبحانه وتعالى. أيها المحب الرحيم، قبل ما أجاوب على حيرتك دي
عايز اقول لك ان في جزء من البشر مختلفين معاك. في جزء من البشر بيقولوا احنا مستنيين يوم القيامه عشان في ناس لازم تخش النار. انا بنقل لك حيره تانية بقى. في واحد كان بيشتغل مع واحد ونصب عليه وسجنه وحرمه من عياله 25 سنة، والقصص كتير في التاريخ. في سفاح اللي يقرأ منكم السيريال كيلرز السفاحين كان بيغتصب العيال الصغيرة فوق القطر، بعد ما يخلص يرميهم في القطر اللي جاي عشان يفرمهم علشان الدليل يروح. في حاجات كتير جدا بتحصل في الدنيا تقول ايه ده، هو ده النار ما اتخلقتش؟ طبعا احنا مش بندخل حد النار واحنا قاعدين كده. انا بقول لك اللي بيفكر بيقول ده اكيد دول مش هيفلتوا من ربنا يوم القيامه. ففي واحد بيقول ده لازم يبقى فيه نار، وفي واحد بيقول انا مش متصور ان ربنا يسيب حد في النار. عقيده اهل السنه والجماعه في النار ان النار موجوده وهي عذاب، لان في بعض الناس قالوا لا مش موجوده ولا حاجه، دي مجرد تهديد. موجوده وهي عذاب، وربنا ذكر أصناف في عذاب النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن في قاعدة كبيرة جدا جدا عند المسلمين على العذاب، وهي حديث إن الله إذا وعد عبدا فهو منجز له ما وعده، وإذا أوعد فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. معنى الحديث لو ربنا قال لو صليت هتخش الجنة، ربنا يوفي الوعد، منجز له ما وعده. وإذا أوعد يعني لو قال في واحد اللي مش هيصلي هيخش النار، ممكن يجي واحد يوم القيامة ما صلاش وربنا يرحمه وربنا يخالف وعيده. أوعد يعني هدد، لأن خلف الوعد لؤم، وربنا لما يوعد ما يخلفش، ربنا كريم، لكن خلف الوعيد كرم. فاحنا يوم القيامة أصحاب المعاصي والكبائر واللي تقلت موازين سيئاتهم، كما قال رب العالمين ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وقال يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عشان كده الإمام الطحاوي صاحب أشهر كتاب للعقيدة يقول وأهل الكبائر إلى رحمة الله ومشيئته، إن شاء عذبهم بعدله أو رحمهم بفضله، معنى الكلام عند الإمام الطحاوي. ودي عقيدة المسلمين. ففي نار؟ آه في نار. ربك قال إيه؟ قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في ناس هتتعذب؟ آه في ناس هتستحق، وفي ناس هتستحق تخش النار وهيرحمهم. وأنا متوقع دول يكونوا كتير، لأن إذا كان الجنة جمالها ما خطر على قلب بشر، ما بالك جمال ورحمة ربنا الخالق، وفي الآخر الجنة مخلوق. فيا أيها السائل ربك رحيم، موجودة؟ آه موجودة النار. في حد هيخشها؟ قد يستحق. الناس اللي هترحم أكتر بكتير، ورحمة ربنا واسعة، فاطمن. من ضمن المسائل المحيرة جدا عن ربنا سبحانه وتعالى اسمة الأرزاق. السؤال المشهور في اتنين بيتعبوا في الدنيا بس الاتنين مش بيرزقوا بنفس الرزق، ليه ربنا يعمل كده؟ خليني عشان أقول لك خلاصة تريح بالك أقول لك إحنا أصلا ربنا ليه طلب مننا نتعب في الدنيا. إحنا ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا نتعب تعبدا ونشتغل تعبدا ونسعى لأرزاق قدرت، جزء منها لن تصل له إلا بسعيك، وجزء منها سيصلك رغم ضعفك، لكن لازم تسعى تعبدا. يعني أنت عبادتك الصبح طول ما النهار طالع كده، الذي جعل النهار معاشا، ربنا سبحانه وتعالى طالب منك تسعى في الوقت ده. وفي ناس تشتغل ليل نهار. هذا السعي بيعمل إيه في قصتك؟ بيعرفك على الله، بيعرفك على الولي اللي بيتولى شؤونك وانت بتحاول تمد ايديك تجيب اللقمة، بيعرفك على الرزاق اللي بتدعيه فبيستجيب وبتتعب فبيكرمك ولو بعد حين، بيعرفك على احتياجك أيها الفقير الضعيف لتوفيق ربنا لأفكار فيها حل مشاكلك، بيعرفك على رزقته المقسومة وحكمته.
ففي رحلة السعي تتعرف على الله وتتعرف على نفسك، تذهب إلى أرزاق مقدرة منها لازم تسعى ليها، ومنها وانت عندك قصص كتير تقدر تحكيها لنا، يا ما جات لك أرزاق ما تعبتش عليها. عشان كده ربنا بيقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالكل هيرزق من ربنا سبحانه وتعالى. وعشان الناس تطمن لربنا وتعرف إنه ما بيظلمش، حلف لهم. إحنا مع بعض لما بديك نحلف أقول لك هحلف لك وما ليك علي حلفان، يعني أنا مش مجبر إن أنا أحلف لك. ما بالك ربنا لما يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، اللي هو صدقوني هيجيلك بس أنت اسعى وما تقلقش. وتدخل الله في كمية الرزق تدخل المحب اللي بيقدر ما ينفعك. عشان كده الأعرابي لما سمع الآية دي فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون قال من الذي أغضب الجليل حتى يقسم؟ ليه ربنا يحلف للخلق؟ أيوة ما هو الخلق محتارين، فربنا يحلف لهم إن اللي وعدتكم بيه اللي هو عنايتي بيكم هيوصل. القدر قد إيه؟ المهم تبقوا معايا وأبقى معاكم. بعض الناس الصالحين قاعد يقول إيه؟ أيوة اتنين بيتعبوا بس مش بياخدوا زي بعض، بس ربنا مقسم الـ 24 إيراد والكل هياخد نعم، ده واخد صحة وده واخد فلوس. فواحد تاني يقول له لا بس احنا شايفين غني ومعاه فلوس وعندنا فقير ومريض، فين الـ 24 إيراد؟ هنا لازم نستدعي معنى إن الدنيا والبرزخ والآخرة هي دي الحياة، وإن الدنيا دي أقصر مدة، ما تحكمش على عطاء الله ليك فأقصر لحظاتك كأنهم يوم يرونها الآخرة يعني لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. فاطمن وخليك زي الراجل الطيب ما تحتارش اللي سأل سيدنا علي يوم القيامة من يحاسبنا؟ قال الله. قال نجونا ورب الكعبة، مدام ربنا اللي هيحاسبنا ده احنا هنستريح قوي. وأنا بسألك وانت ترد من الذي يرزقك ويقدر لك الأرزاق؟ الله. يبقى يعني أكرمنا ورب الكعبة. فاطمن وسعى تعبدا لله، أعبد ربنا بالسعي والمقسوم اللي مليان رحمة وعطاء وكرم وحكمة هيوصل لك، واطمن. وبما إن إحنا بنتكلم على الرزق فإجابة الدعاء رزق والتيسير رزق، والناس الطيبة اللي بتشيل عنا حمول الحياة رزق. تعال ندعي لعل ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم يا ربنا خلقتنا من العدم وبعظمتك سويتنا وبكرمك سخرت لنا كل ما خلقت، اجعلنا يا رب العالمين أهلا لما أنعمت به علينا، اجعلنا نعمر الكون الذي أمرتنا أن نعمره، حسن أفعالنا واملأ عقولنا بنور الإيمان حتى نسكن إلى أقدارك. اللهم عرفنا عليك معرفة تجعلنا نتقي غضبك، اللهم عرفنا عليك معرفة تجعلنا نؤمن بقضائك وقدرك، اللهم اجعل جوارحنا لا تشتهي إلا قربك، واجعل أعيننا لا تشتهي إلا النظر في آياتك. يا قدوس انصرنا على هوى أنفسنا حتى نلقاك فائزين برضاك، يا قدوس رضنا بما قسمت لنا حتى تنظر في قلوبنا فتراها تحبك وتتعلق بك يا مولانا، والحمد لله.